عبشونكم ان شاء الله تكونوا كلتكم بخير وصحه وعافيه. اليوم راح نسوي دولمه الخيار ويا ورق العنب او العريش نحن نسميه، كلش طيبه، جربوها. طعم الخيار يختلف بالدولمه، كلش طيب، يصير اطيب من الباذنجان وطيب من الشجر، جربوها. راح نبدي بطريقه العمل والمقادير. والدولمه راح نسويها اليوم بدون لحم على زيت الزيتون، تابعوني وشوفوا الطريقه شلون راح نسويها. يلا نبدي بيها، نقول بسم الله. عندنا هذا الخيار، هذا الحجم، هذا كل الزين. راح نقص هاي من هاي الصفحة، نقص من هاي الصفحة، نقصها بالنص، نبدي نفرغها من النص بالقوارة. هذا الشكل. هذا تبدون تسوون بيه زلاطة ويا اللبن تصير. اليوم دولمتنا مع الخيار كلش طيبة. راح نستخدم اليوم الحشوة بطاطا والبصل والثوم بدون لحم. اليوم الدولمة مالتنا بدون لحم وبدون دجاج، دولمة نباتية. راح نسوي بس بزيت الزيتون. إذا ما عندكم هذا البصل جيبوا بصل أخضر بعد أطيب، البصل حسب اللي يحب يعني. يعني أثرم بصل بس ما حشيها بصل. اليوم راح نحشيها خيار. عندنا الثوم أسهل منه، هاي دولمة ماكو، سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة بكل بيت، تقدروا تسووها أي وقت تحبون. ما راح اسلم بالسكينه، راح ابرش البكيكه بالبراشه. هذا شكل البطاطا اللي نريدون احنا، لا نثرم ولا نتعب. راح نبرش البصل كذلك، نبرش الثوم كذلك ويا البصل. شوفوا كلش ناعم يصير، شوفوا. ونص تمن نقعتو، البكيتة اللي برشناها، برش سويناها، وعندنا الثوم والبصل، فلفل اسود، معلقة كوب ملح، نضيف معلقتين كوب ليمون جزي او ملح الليمون، نضيف معجون. الشيء الاساسي هو اليوم عندنا نحنا زيت الزيتون، يعني بدال اللحم والدجاج نضيف تقريبا ملعقة كوب مع الشاي، ودبس الرمان على حسب الرغبة. راح نخلط المواد كلها سوية، هاي تفيد على السريع تنعمل، يجيكم خاطر يعني وساخ. واي ما ياكلون لحم صراحة، يعني اللحم كلش غالي صاير، يعني نحن من الناس هنا عندنا بتركيا اللحم كلش غالي. هاي شغلات نباتية هم طيبة. اللي ما يحب البوتيتا يضيف شجر او قرع. هاي الخلطة عندنا صارت جاهزة. هذا الجدر شو راح اسوي اول مرة؟ اضيف زيت زيتون، نصفط عريش، تنطي طعم كلش طيب. بهاي الطريقة نغلف بالكامل الأسفل بهذا الشكل. أول شي راح نسوي ورق عنب، نضيف قليل من الحشوة، مو هواية على مود عندنا التمن ياخذ راحته، من تصير هواية دول ما تطلع عندنا ما مستوية. تحبون الورق عنب يصير خشن، لو يصير هيجي بهذا الشكل، أنا أحب أسويها بهذه الطريقة، بس على حسب نوعية الورق. إذا الورق عندنا حلو راح يصير، راح أسوي واحدة ثانية قدامكم. وهذا الورق عنب مالت العام عندي بعد ما اشتريت هاي السنة لحد الآن، العام سويته بالفريز. يعني هنا عندنا بعد حاليا معلي المدينة اللي ساكنين بيها نحنا ما نزل عندنا الورق العنب بعد، لحد الآن عندنا الأجواء باردة بعد ما صار عندنا صيف. بدي أحشي الخيار، الخيار هم ما نحشيه هواية،
ننطي مسافات. من هنا كفرة، من هذا الاتجاه بقي فرة. نصفط ورق العنب، نبدأ نصفط الخيار بهذه الطريقة. راح باقي نسوي ورق عنب، شوفوا جد حلوة صارت. نصفط باقي ورق العنب، وديها على النار، تركتوها لحد ما طلعت. الماء لازم يغطي الاطباق عندنا، راح نتركها لحد ما تغلي، من تنشف نرجع لها مره ثانيه ان شاء الله. وهاي دولمتنا صارت جاهزه، شوفوها. راح نصبها بالصينيه، قلبناها. راح نشيل، بسم الله، شوفوا الخيار بقى صحيح مثل ما هو، ما مرد. هذه وصفتنا صارت جاهزة اليوم، غدانا دولمة ورق العنب وهي الخيار. جربوها، الوصفة كلش طيبة، الخيار بالدولمة كلش طيب. أنا مجربتها قبل ولهذا اليوم سويتها وياكم فيديو، إن شاء الله تعجبكم. إذا عجبكم لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعلون الجرس حتى تصلكم وصفاتنا الجديدة إن شاء الله. أترككم في أمان الله، مع السلامة.